أعزائي المشاهدين مساء الخير وأهلا بيكم معنا في لقاء جديد، حلقة جديدة من بيت العيلة. حلقة النهاردة مختلفة، الحلقة النهاردة مش بنستضيف فيها أسرة مصرية تقليدية ولكن أسرة ليها طابع خاص. النهاردة موضوعنا هو القضية اللي بنناقشها. القضية النهاردة مش بتهم كل بيت أو أسرة مصرية فقط، لكن بتهمنا كلنا كمصريين، بتهم العالم كله. النهاردة بنناقش قضية خاصة جدا مع ضيوف استثنائيين، فتابعونا وهذه الحلقة الخاصة والمختلفة من بيت العيلة. تعد قضية حوار الأديان واحدة من أهم القضايا والتي تشغل بال كل مواطن مصري. نستضيف لكم اليوم الدكتور علي السمان، أحد أبرز المتخصصين في مجال الحوار بين الأديان على مستوى العالم، والمفكر المعروف والمتحدث الدائم في المؤتمرات والمنتديات الدولية المعنية بحوار الثقافات والأديان في شتى أنحاء العالم. كما يسعدنا أن نستضيف أيضا المطران منير حنا أنيس، رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية بمصر وشمال إفريقيا والقرن الإفريقي. المطران الذي تقررت دعوته للعالم للوقوف إلى جانب مصر في حربها الضروس ضد الإرهاب، فضلا عن سيادة النائب البرلماني المعروف مدحت الشريف، صاحب الدراسات والمقالات المتعددة في مجال حماية الأمن القومي المصري، حول أهمية حوار الأديان في المرحلة المقبلة وكيفية تفعيله. تدور حلقتنا اليوم. أعزائي المشاهدين مساء الخير وأهلا بيكم معانا في حلقة جديدة من بيت العيلة. في كل حلقة احنا متعودين دايما بنستضيف أسرة مصرية. النهاردة برضو احنا مستضيفين أسرة مصرية ومصرية قوي كمان، لكن يمكن مش أسرة بالمعنى التقليدي، لكن هي أسرة مصرية بتجمعها حب واحد للوطن، بتجمعنا احنا كلنا كمصريين أهداف واحدة. مين فينا مش متوتر أو بيتوتر بالمشاكل والتوترات الطائفية حولنا؟ النهاردة بنتكلم في قضية مهمة جدا وهي قضية حوار الأديان. ولما بنقول أو بنذكر حوار الأديان طبعا لازم نذكر على طول أحد أهم المفكرين اللي اهتموا بهذه القضية على مستوى العالم كله مش مصر بس، ونقدر نقول عليه فارس في قضية حوار الأديان. معانا النهاردة من ضيوفنا الدكتور علي السمان. ولما بقول دكتور علي السمان مش بس يعني حوار الأديان، مناصب ومهام كثيرة جدا تقلدها. نقدر نقول المستشار الإعلامي الخارجي لرئيس السادات، نقدر نقول رئيس منطقة غرب أوروبا لاتحاد الإذاعة والتلفزيون، نقدر نقول حاليا، وبكده أنا ما ذكرتش مناصب على فكرة كثيرة، نقدر نقول حاليا رئيس الاتحاد الدولي لحوار الثقافات والأديان. وانا كده ما يعني ما قلتش مناصب كثيره جدا بناء على طلب حضرتك. شكرا لك، اهلا بيك، اهلا بحضرتك، منورنا. زي ما قلت هي حلقه استثنائيه بنناقش قضيه مهمه جدا تهمنا كلنا، مش تهمنا بس كمصريين لكن تهم العالم كله. يعني لو بنقول حوار الاديان يعني هي واحده من القضايا اللي دايما بتناقش في كل المنتديات الدوليه، من اهم القضايا اللي بتناقش. معانا ضيف استثنائي أيضا آخر، وهو النائب مدحت الشريف، استشاري الاقتصاد السياسي وسياسات الأمن القومي ووكيل لجنة الاقتصاد بالبرلمان. أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا بحضرتك. مش كده بس ضيوفنا، معانا لو بنتكلم على ضيوف متميزين فأقدر أقول لكم بيشرفنا وبينورنا سيادة المطران منير حنا، رئيس الكنيسة الإنجليكانية. ولما أقول سيادة المطران منير حنا فمواقفه سابقاه، مواقفه بتتكلم عنه، مواقفه اللي بتتميز بالوطنية الشديدة. منورنا يا فندم سيادة المطران، أهلا بيك. يعني إحنا
هننتهز فرصه ان انتوا معانا. ما اقدرش اقول ان احنا هنناقش قضيه واحده، احنا اللي بيشغل بالنا مش قضيه واحده، احنا اللي بيشغلنا فعلا مجموعه كبيره جدا من القضايا. اخترنا منها قضيه حوار الاديان. لما نقول حوار اديان كده بمنتهى البساطه، هل ممكن فعلا حوار الاديان وقضيه حوار الاديان يتم تطبيقها وتنفيذها بين الناس؟ تطبيق حوار الاديان. انا عايز اقول لك الاول، اذا صح التعبير، الحدوته التاريخيه لكلمه حوار الاديان بدات في باريس، وانشاها صديق عزيز لي ووجه مشرف الدكتور عادل عامر. ودكتور عادل عامر كان شخصية مثقفة جدا، ولها أيضا باع طويل في الحوار، وكان مع الأب منير، الأب كنت عايزة أبعتك لباريس من أياميها وتبقى معانا، أحد آباء الكنيسة الكاثوليكية. وبعدين توفى الدكتور عادل عامر وانتخبت مطرح. من أول ما انتخبت، أنا مش مشاغب أوي، لكن اللي حصل قلت لهم أنا عايز أغير نظام الجمعية. عاوز تعمل إيه؟ قلت لهم أولا عاوز أحط كلمة ثقافات قبل الأديان، يبقى حوار الثقافات والأديان. لو دخلت الثقافة ودعمت الدور اللي مفروض يقوم بيه حوار الأديان هنكسب أكتر. أما الجزء الثاني اللي هو بقول لك فيه مشاغبة شوية، قلت لهم أنا من رأيي وقد لا يتفق مع كثيرين، حوار الأديان ما دام بنقولها بالجمع مش هيبقى إذا زي ما أنتم متعودين بتسموه الحوار الإسلامي المسيحي. أنا عايزه للثلاث أديان. بالنسبة لي الأديان حينما يقال الأديان السماوية هي الأديان السماوية الثلاث. لو سمحتوا تضيفوا الدين اليهودي. تستغربي بقى اللي هو استقال لأنه مش عايز يكون، كان الأب بتاع الكنيسة الكاثوليكية. قال لأ. مش موافق، خلاص صوتوا يا اخوانا وافقوا على قبول الاستقاله. اذا عايز اقول من الاول وانا داخل بمبادئ محدده تحدد دورك وفكرك. والحمد لله وافقوا وبدا النشاط واشتغلنا فيه. وبعدين بدا بقى التوسع الجغرافي، فرحنا فتحنا ايضا في اسبانيا، لان اسبانيا معروفه باهتمامات دينية عالية ولا خلفيات عالية. ثم فتحنا الفرع اللي في مصر أخيرا. كان آخر حاجة. دكتور علي سمان، حضرتك بتقول إن حوار الأديان حضرتك كنت مصر إن ما يكونش بين الديانتين المسيحية والإسلامية. هو حوار الأديان هل ممكن يكون بين حتى الدين الواحد، يعني بطوائفه المختلفة ومذاهبه، ولا ده مش وارد في يعني التوترات والطائفيه والتشدد؟ احنا ممكن نناقشها في الدين الواحد بطوائفه ومذاهبه المختلفه، مش بس اديان مختلفه بينها وبين بعض، ولا ايه حضرتك سياده مطران؟ حضرتك صحيح، انا شايف انك موافق. الحوار المسيحي المسيحي والحوار الاسلامي الاسلامي. ايوه، الحوار المسيحي المسيحي ده حضرتك تسمعي عن الحروب الدينيه اللي كانت في العصور الوسطى. واللي حصلت بعد حركة الإصلاح. ابتدى يبقى الطوائف المسيحية نفسها يحصل ما بينهم حروب وحروب دموية، واستمر الموضوع ده إلى أن هم ابتدوا يعملوا حوار مسيحي مسيحي، انتهى بإنشاء مجلس الكنائس العالمي في 1945 بعد الحرب العالمية الثانية. نتيجة الحوار المسيحي المسيحي.
فده وارد ده طبعا. مهم جدا. طبعا يعني طبعا احيانا التوترات الداخليه في البلد الواحده زي عندنا احيانا صحيح بنبقى محتاجين فيها صحيح، لهذا ده الحوار. في غاية الأهمية. احنا النهارده معانا قضيه يعني في منتهى الاهميه، ويمكن بيميز الحلقه ان احنا بنناقشها من كذا وجهه. يعني احنا بنتكلم هنا ممكن نناقشها من اكتر من وجهه مع حضرتك. نبدا مثلا بالبرلمان، وانا عارفه ان حضرتك ليك سياده اللواء مدحت شريف اهتمامات خاصه جدا بالامن القومي. ولو هنتكلم على التوترات الطائفيه، قضيه حوار الاديان او الثقافات زي ما مصر الدكتور علي السمان انه فعلا يسميها، يبقى دي قضيه امن قومي. هي طبعا قضيه امن قومي، واحنا يعني بالتاكيد التاريخ بيثبت ان على مدار عصور كثيره سابقه كان دائما ما بيستعمل الاستعمار والقوى الاستعماريه، لو خلينا اقولها بالشكل المعني بالعلوم السياسيه، انها بتستخدم دائما الخلاف ما بين الاديان المختلفه والطوائف المختلفه. وده امر متعارف عليه، وما كانش بس في منطقه الشرق الاوسط، ولكن ايضا كان في دول اوروبا في وقت من الاوقات وفي عصر من العصور. دائما ما كان بيحاول القوى الخارجيه ما تتدخل لاثاره الفتنه ما بين الطوائف والاديان المختلفه في اي دوله من الدول. واذا كنا احنا دايما بنتحدث بنقول ان حتى الان ما يطلق عليه الربيع العربي، فهو بيحاول بشكل او باخر انه يتلاعب ويتدخل ما بين الاعراق والاطياف الدينيه وبشكل عام والجماعات الاثنيه اللي احنا بنتحدث عنها برضه في مفهوم العلوم السياسيه. احنا شايفين العراق دخل ما بين السنه والشيعه، وابتدى وبعد كده بقى الاكراد جزء اخر، وابتدى الموضوع بيخش في خلينا اقول نزاعات مسلحه، ووصلنا في الاخر ان يكون هناك تنظيم موجود على الارض وهو تنظيم ارهابي، ولكن هذا التنظيم بيحاول يدعي ان هو بيدافع عن السنه في وقت من الاوقات، ويمكن ده كان سبب تمدده في البدايه في العراق. ان الجماعات السنيه او خليني اقول الطوائف الشعبيه السنيه هي اللي سندته في البدايه، ظنا منها انه سينصرها امام نوع من الظلم الذي يعانوه من الجيش الشيعي اللي كان موجود في السكان ده مسمى. وفي الاخر اتضح طبعا ان هو تنظيم ارهابي ممول من الخارج، فابتدت تنقلب عليه حتى الجماعات السنيه. فاذا في النهايه الجزء الخاص بالامن القومي في ما هو متعلق بالأطياف والجماعات والأديان والأعراق دائما ما يكون عنصر فاعل في عملية إثارة الفتن داخل الدول المختلفة. علشان كده مهم جدا ان دايما يبقى الشعب واعي تماما لهذه المداخل خلينا نقول الخبيثه التي يستخدمها البعض لاثاره الفتن. والحمد لله احنا عندنا في مصر تجاوزنا محن كثيره ولفترات طويله، ولكن الامر لن يتوقف عند هذا الحد، سيظل مستمر. زي ما الست اللواء مدحت شريف بيقول احنا تجاوزنا محن كثيره، ورغم ان احيانا بتظهر بعض الفتن يعني حولنا ما نبقاش عارفين ليه ايه السبب، إلا أن دي ضد طبيعتنا إحنا. اللي بيميزنا كمصريين إن إحنا في تماسك في نسيجنا المجتمعي رغم بعض المشاكل وبعض الفتن اللي بتظهر مرة واحدة. حضرتك معايا؟ يعني أنا معاكي في إن أوضح إن حينما تتوقف أو يحصل مقاومة للفتن، ده بيبقى أيضا عشان ما ننساش دور قيادات دينية عالية المستوى. لما هتقولي قداسة بابا تواضروس، نعم. الإمام شيخ الأزهر، نعم. دكتور منير حنا في مسؤوليته والتي مارسها في مصر في إنجلترا وفي غيرها من الأماكن، كل هذا الدور للقيادات مهم، لأن هم اللي بيدفعوا الناس إلى التعقل وإلى الهدوء، وإعطاء أيضا زي ما بيقولوا الوصايا العشر إيه اللي تمشي عليها يعني. لكن الشعوب برضو يعني لازم يكون في توجه إن إحنا نخاطب بيه المجتمع، نخاطب بيه الناس، نهيئهم لهذه الفكرة. طبعا دور القادة طبعا مهم، ما نقدرش ننكره أو نقلل منه، لكن عمره ما هيجيب النتيجة المطلوبة المرجوة إلا لو مؤسسات كثيرة بتعمل برضو على نفس الهدف. هي
ودولة بتعمل على نفس الهدف. حوار وقضية زي اللي حضرتك بتتولاها وبتتكلم فيها منتديات ومؤتمرات أكيد بتطلعوا دايما التوصيات، يعني إيه آليات؟ أنا مش واصلي على أرض الواقع قوي، أو عايزة أوصلها للناس ببساطة، بتنفذوها زي على أرض الواقع بتوصلوا للناس؟ لا، ما هو بجانب اللي قلته لك ده ودور القيادات في شيء مهم جدا، دور التعليم والثقافة اللي هو من غيره ممكن أشياء كتير تتخرب. فدايما بقول بجانب بقى الدور العالي وللدور القيادات، أرجو الاهتمام غير العادي أيضا بالتعليم والثقافة. ولما بنتكلم على تطوير خطاب الديني، وحضرتك كنت بتذكر أهمية رجال الدين ودورهم في قضايا التطرف عموما، قلنا ان مهم جدا دور رجال الدين، وبنتكلم على تطوير الخطاب الديني دائما. وتطوير الخطاب الديني مش الخطاب الموجه للمسلمين فقط، الخطاب اللي في الكنيسه، الخطاب، فهل هو برضو ممكن يلعب دور الكنيسه تلعب دور زي ما بنناشد الازهر والخطاب الديني يتم تطويره ويلعب الدور المنوط به مع الشباب ومع المجتمع؟ بالتاكيد، بس لو سمحتي لي ان انا أتكلم على النقطة اللي قالها الدكتور علي بالنسبة للتعليم. في سنغافورة في حوالي 10 أديان، الدين الإسلامي والدين المسيحي كل واحد منهم بيمثلوا 15%، والديانة الكبيرة الديانة البوذية، وفي البهائية والهندوسية وحاجات أديان مختلفة 10. سنة 68 بعد ما استقلت سنغافورة كان ابتدى يحصل صراعات، والدولة قالت لا، احنا لا نتحمل صراعات دينية، لانه الصراعات الدينية دي هتهدد الامن القومي وهتهدد الاقتصاد اللي هم كانوا عايزين يوصلوا ليه. ايوه، فعملوا حاجة مهمة قوي قالها الدكتور علي، اهتموا بالتعليم، وقالوا التعليم لازم يكون موحد لحد التعليم الأساسي بعد المرحلة الإعدادية، كل الناس مسيحيين مسلمين بوذيين هندوس يتعلموا حاجة واحدة، بحيث يكون في انسجام في التعليم ده، والتعليم ده يبث روح قبول الآخر. أيوه، إن المجتمع متنوع والتنوع ده فيه غنى، فكل طفل بيطلع في المرحلة الابتدائية والإعدادية بياخد نفس التعليم. بعد كده لو في المسجد عايز يدرس أولاده يدرس، الكنيسة عايزة تدرس أولادها حاجات إضافية يدرس، بس الأساس المرحلة المهمة في التأثير على الطفل وتكوينه صورة واحدة. أيوه، للتعليم. أو في حاجة واحدة للتعليم تساعد على إن المجتمع كله يطلع في انسجام وتناغم. أيوة، طائفي. يعني كل يقبل التنوع ده. أيوة، واللي أكتر من كده بقى إن عملوا مجلس رئاسي تحت رئيس الجمهورية مباشرة، المجلس ده اسمه المجلس الرئاسي للتناغم الطائفي. أيوة، اللي هو شبيه عندنا وإحنا لسه بنبتدي فيه ببيت العيلة. ده حصل، والحقيقة كان وراء تقدم سنغافورة لتحقيق التناغم. السؤال اللي حضرتك سألتيه وقلتي هل التناغم الطائفي أو الصراع الطائفي وتقبل ممكن الآخر ممكن يأثر على الأمن القومي؟ بالتأكيد يأثر على الأمن القومي. يأثر على الأمن القومي. نيجي بقى للحتة اللي هي بتاعت تطوير الخطاب الديني. الخطاب الديني طبعا بلا شك بيلعب دور كبير، لأنه أي أسيس، أي رجل دين مسيحي أو مسلم، بيقدر يأثر في الأتباع بتوع الدين اللي بيحضروا، سواء اللي بيحضروا الكنيسة أو بيحضروا من خلال الوعظات، من خلال الإرشادات. فإذا كان رجل الدين مستنير وبيساعد على قبول الآخر وقبول الرأي الآخر والتعايش والتعاون المشترك، لما يعمل كده أكيد هيكون له
أثر كبير جدا في المجتمع اللي احنا عايشين فيه. أيوة. سيادة اللواء مدحت الشريف، احنا بنتكلم دايما عن تجربة سنغافورة في التعليم، بنتكلم على تجارب كثيرة، السمة الواضحة جدا اللي بتميزهم ان اكتر من مؤسسة اشتغلت على هدف واحد ونتيجة قوانين بيتم تشريعها او وضعها. امتى بقى هنلاقي مجلس النواب، انا بكلمك كنائب، فعلا بيسن قوانين يعني للتعليم لهدفها في النهاية ان احنا نلاقي انها بتخدم على قضية واحدة، نقول مثلا قضية حوار الأديان، قضية الطائفية والتطرف. انا هدي حضرتك مثلا بسيط، احنا منذ نشأة مجلس النواب المصري في العصر الحديث واحنا بنتحدث عنه، احنا لسه كنا في احتفالية بمضي حوالي 150 عام على البرلمان المصري، تقريبا نسبة التشريع اللي طلع من مجلس النواب حتى الآن وقابلته او خارج كنص نهائي من مجلس النواب يعني ما تعداش 2-3% من حجم القوانين الموجودة في مصر. المجلس الحالي اعتقد ان هناك كثير من مشروعات القوانين اللي ابتدت تتقدم، ويمكن اخيرا قانون تنظيم الجامعات الأهلية اللي لسه خارج، ده اول قانون فعلا يخرج والمجلس هو اللي تقدم به، وكانت الحكومة بتحاول، وزيرة التضامن الاجتماعي كانت بتحاول انها بتقول انا عندي لسه مشروع قانون بس ما خلصش، فاما تأخرت الحكومة المجلس خد خطواته الفاعلة وتم التصويت عليه في جلسة عامة وفعلا خرج الى الضوء، راح خلاص بيتم اجراءات بقى المراجعة النهائية في مجلس الدولة ثم يعود لمجلس النواب للنص عليه. هناك كم كبير جدا من القوانين، يمكن اخيرها انا كان لسه في قانون حماية المستهلك بنناقشه، ده مقدم برضو من المجلس من النواب، انا يمكن مقدم قانون لحماية المبلغين والشهود والخبراء، وده برضو بيتعامل مع كل انواع الجريمه سواء مكافحه فساد او ارهاب او الجرائم الجنائيه العاديه. دي كلها قوانين، وحتى برضو الحكومه طلبت مهله علشان تبتدي تقدم القانون بتاعها، قلنا لها قدامك اسبوعين، قالت لا شهر، قلنا لهم اسبوعين ما كانش، هنمشي احنا في اجراءات المناقشه وطرحه على جلسه عامه. المجلس الحالي ليه نمط مختلف عن مجالس كثيره في السابق، وزي ما حضرتك شايفه حتى تركيبه المجلس اللي بتضم كل الاطياف والاعراق والاديان، وعايز اقول حتى والرجال والنساء، ما فيش حتى التمييز ما بين الجنسين في هذا المجلس، كان في فرصه ان بيتعمل التمييز الايجابي اللي احنا بنقول عليه او الكوتك بالمصطلح العام يعني، بما فيها كمان حالات القدرات الخاصه اللي موجوده معانا. المجلس ده ليه نمط معين، احنا طبعا بنعمل جاهدين حتى لعملية اصلاح برلماني داخلي علشان يبقى آليات الرقابة، آليات التشريع داخل المجلس نفسها اكثر كفاءة واكثر قدرة، حتى لا تتأثر بمحاولات ضغوط الحكومة على المجلس في بعض الموضوعات. ويمكن زي ما قلت لحضرتك في قانون لسه الحكومة حاولت بشتى السبل انها تعطل هذا القانون، ولكن مجلس النواب اصر على موقفه وبتقريبا نشتغل فيه حتى النهاردة. قانون حماية المستهلك الحكومة جت تقدمت، وزارة العدل تقدمت بطلب في اللجنة الاقتصادية بأنها تؤجل المناقشة لحين استكمال القانون عندها، وإحنا اختلفنا معها وقلنا مختلفين وابتدينا فعلا بالمناقشة. طيب. إذن تفضلي. في قضية بقى حوار الأديان، قضية التطرف، قضية إن ليه ما يبقاش في تعليم موحد زي التجربة، وده مش هيتم إلا بسن قوانين وتشريعات جديدة، ليه ما مش بنبص للقضية قضية التطرف بصورة أوسع؟ هناك عدد من القوانين برضو اللي مقدمة بعض النائبات والنواب، من مفوضية منع التمييز، من قانون كان بيتعلق مشروع قانون برضو بيتعلق بإزراء الأديان. الموضوع احنا في المجلس الساحة مفتوحة، ما بقاش فيه آسف يعني خطوط حمراء، كان قبل كده ما تخشش في موضوعات الأديان، لا ده بدي بتحصل عملية فتنة عنصرية، لا ده بيحصل كذا، كان موضوع ختان الإناث، كان هناك رأي مذهبي معين، كان تابوهات لا ينفعش نتكلم في حاجة زي كده، احنا دخلنا في هذا الأمر وأصرينا على لدرجة إن حتى التصويت كان في موضوع ختان الإناث كان بالوقوف علشان يبقى واضح امام الجميع، لان البعض كان يقول لك لا انا ما اقدرش اصوت فيها على هذا الامر لان الناخبين في دايرتي مش موافقين عليه. ومع هذا احنا تبنينا هذا الامر وكان التصويت وقوفا امام الجميع علشان كل واحد متبني وجهه نظره بيقف وبيدافع عنها. انا عايز اقول المجلس ده مختلف الى حد كبير عن مجالس اخرى سابقه، وزي ما بقول لحضرتك يكفي ان ما فيش خطوط حمراء، ما فيش المعبد المقدس لا تقترب منه، لا ما فيش الكلام ده، الموضوع دلوقتي اصبح اكثر انفتاحا واكثر حوارا ما بين النواب بعضهم البعض، حتى التيارات السياسيه الموجوده داخل المجلس بصرف النظر عن انتماءاتها ما بقتش بنفس يعني ما بقتش واخده اتجاه معين ضد قانون او مع قانون، لا ما بقت رؤيه
كل نائب أو نائبة داخل البرلمان ومدى قناعاته الشخصية بأنه يتمشى مع هذا مشروع القانون أو لا. اسمحوا لي ضيوفنا الكرام، هنخرج لفاصل ونعود نستكمل حوارنا وقضيتنا مرة أخرى. الطالبات اللي ساكنه في جمعيه شابات المسيحيات، بصراحه احنا بنتعامل كوطن واحد، مش يعني احنا فعلا ما نعرفش ده مسلم ولا مسيحي، ما نعرفش ده بنتعامل كوطن واحد. من المهم جدا يبقى تجديد الخطاب الديني اللي هو ضوء المسجد والكنيسه، وسائل الاعلام، وسائل السوشيال ميديا، دي لازم يبقى في تواصل بين الجميع علشان يبقى في الفه ومحبه بين المجتمع، والمجتمع يعيش في سلام. بحيي كل الاديان اللي خلقها ربنا واخواتي في السماح وفي المحبه وفي الاحترام وفي الادب وفي العلم وفي التربيه، ان احنا ما عندناش حقد لحد ابدا. من ايام الرسول عليه الصلاه والسلام كانوا بيحترموا بعضهم في الاديان، وكانوا عايشين عيشه محترمه. المفروض الزمن دوت المفروض نحترمه، وفي سوء التعامل بالمحبه والاخوه. نكون مصر يعني نسيج واحد، مصر هي يعني الوحيدة اللي ربنا حفظها في جميع الكتب السماوية، ويعني يكون في تسامح في ألفة لأن كله مجتمع واحد. أهلا بكم مشاهدينا مرة أخرى. دايما في بيت العيلة وفي برنامجنا بنتبنى قضية بنطرحها للحوار. قضيتنا النهاردة هي قضية حوار الأديان، وزي ما قلت ان انا هستفيد بالضيوف المتميزين جدا اللي معايا النهاردة ومشرفيني، وعايز اتكلم في اكتر من قضية. احنا بنعاني، ومش بقول الفترة دي بس، احنا يعني على مر تاريخ البشرية بنعاني من حروب، بنعاني من توترات، سواء على المستوى الجغرافي المستوى التاريخي، ما فيش لحظة بتمر من غير حروب. نقول ده قدر ولا نقول ده ممكن في يوم من الأيام نلاقي العالم كله ما فيهوش أي حرب من أي نوع، في حالة سلام فعلا يعم السلام تماما؟ صعب شوية، لأن في طبيعة البشر وفي الصدام بين البشر. بس أنا كنت عايز أقول لك حاجة قبل ما نخش طبعا في الموضوع الهام اللي بتقوليه سيادتي. الكلام اللي قاله لواء مدحت الشريف خاص بالبرلمان، زي ما انت سامعه في نشاط دائم، في حركه. ايوه ده جاي من ان في فهم، وقد اكون مخطئ، ان داخل البرلمان ناس بصنفهم على مسؤوليتي شباب زيه كده. لان هو شباب. ايوه كتير قوي شباب يا دكتور علي. معلش اللي انا فاكره كده. فادخال عنصر شباب في برلمان ده بيدي حيويه وفكره وهكذا. الجزء الثاني ايضا والاهم هو القدره على المواجهه. دي برضو اساسي. سيادة المطران في مواقع كثيرة بكل أدب وبكل روح للتسامح، التسامح ده زي ما انت عارف نقطة مهمة عندهم، كان دائما أقرب إلى لغة التصالح ولغة التفاهم. دي برضو لها دور جامد. قلنا الشباب، قلنا روح التصالح والتسامح، يفضل على مستوى كل ده بيبقى مكون رئيسي لمنتج نهائي مفيد لمجتمع بأسره. ايوه نرجع لسؤالك بقى، قولي بقى. لا انا لا مش هسيب السؤال ده لسه. حضرتك دايما بتتكلم على مستوى يعني سيادة المطران، سيادة اللواء هو عضو بالمجلس النواب، يعني مستوى ثقافي معين. احنا مشكلتنا دايما لما بيقل هذا المستوى. انا عايز اتكلم اكتر مع حضرتك على مستوى بقى الشعوب، ازاي نطبق، ازاي نكلمهم، ازاي ندخل معاهم في حوار مجتمعي وما يقولوش ان
قصة حوار الأديان دي مجرد مؤتمرات وتوصيات ولا تمت الأرض الواقع بسر؟ لا أنا معاك 100%. وعلى فكرة لما دخلت في حوار الأديان مرة عشان أقدمه وأقدم زي ما بيقولوا، طب عملت أنت إيه؟ مباشر قلت لهم لا، لم ننجح في أن نوصل هذا الحوار إلى الهدف النهائي الإيجابي. قالوا لي ليه؟ قلت لهم لسبب بسيط، إن لم ننجح في نقطة أساس، هو إن هذا الحوار أن نشرك وننجح أن نشرك فيه القاعدة العريضة من الجماهير. طالما إن دول ما دخلوش يبقى دي هتبقى نقطة نقص كبيرة. ليه بقى؟ لأن هيبقى زي ما بدأت تقولي إن ده مختصر على النخبة، ما يكفيش. أيوه تمام. طيب يعني كنا بنتكلم على الحروب، بنتكلم على حلم. حلم إن يبقى العالم ما فيهوش حروب. الحروب بتزيد حولنا، يعني إحنا لما نشوف في كل بقعة في كل بلد في حروب أو بتتعرض على الأقل الهجمات. فهل ده أمل أو حلم خيالي مش ممكن الوصول أنا إليه؟ ما بعتبروش حلم، لأن هي عايزة زي ما بقول، وقد أكون أتمنى أن يكون اختيار التعبير صح، هو انتشار لغة العقل وأن ننادي لغة العقل، نداء له باستمرار. لو العقل تدخل إذا بالتعقل يعني، يبقى في أمل زي ما بتقولي، أمل إن يبقى اللغة مختلفة وأن نصل أيضا إلى أسلوب التعقل والهدوء والتعبير اللي هو يهمني باستمرار، وكان دايما يستعمله قداسة البابا شنودة، السماحة والتسامح، لأن دي نقطة أساسية في المجتمع يعني. طيب حضرتك بتقول ان القاعده دائما مش بنوصل لها، بتتكلم هنا عن يمكن تجربه خاصه بمصر، لكن هل على مستوى العالم مفيش زي ما دايما بنذكر تجربه مثلا سنغافوره، هل مفيش دوله نجحت في تجربه التواصل والحوار المجتمعي وحوار الاديان ناخدها كرمز؟ ايه اكتر دوله نجحت في قضيه حوار الاديان وناخدها كتجربه؟ هو في تجربة احنا عملناها هنا وكانت في غاية النجاح. أي. احنا ككنيسة عملناها مع الأزهر وقت ما كان الدكتور علي في لجنة الحوار في الأزهر، والمشروع ده سميناه معا نزرع شجرة من الأمل، وكان ما بين طلبة المدارس الابتدائي والإعدادي والثانوي، وكانت تجربة ناجحة جدا. الأزهر والكنيسة جابوا المدرسين المسيحيين والمسلمين بتوع من المدارس، من 4 مدارس مختلفة، وعلموهم ايه اللي بيقولوا الدين بالنسبة للآخر وبالنسبة المدرسين اقتنعوا بالحكاية دي، ووجهناهم ان هم يساعدوا الأطفال انهم يخشوا في نشاطات ثقافية فنية، في رحلات، في زيارات لأماكن مسيحية وأماكن إسلامية. واستمر المشروع ده لمدة سنة، وبعد سنة الأطفال دول جم بكل اللي عملوه مع بعض، مجلات حائط، رسومات مع بعض، عمل مشترك، زيارات. واللي اشتركوا من الأزهر الشريف الأئمة اللي اشتركوا، واللي اشتركوا من الكنيسة قعدوا وسمعوا الأطفال. وكانت المفاجأة إن الأطفال ابتدائي وإعدادي إزاي قدروا يقربوا من بعض، وإزاي قدروا يفهموا إن في اختلاف لكن هم أصدقاء، ويقدروا يعملوا وينجزوا أعمال مشتركة قيمة جدا. وعرضوا الأعمال القيمة دي بعد سنة من رحلتهم مع بعض. أيوة. فحتة ان احنا ننقل الحوار من النخبة
لرجل الشارع للأطفال ده مش مستحيل، ده ممكن جدا جدا، وفعلا احنا بنحاول ننفذه، لانه لو استنى عند مستوى النخبة وما نزلش تحت هتستمر المشاكل ويستمر الإقصاء ويستمر الفتن تستمر. فلازم تنزل، ولازم التركيز دلوقتي على رجل الشارع أو مستوى الشارع، مستوى المدارس، ده أمر في غاية الأهمية وممكن جدا وناجح جدا. الاستنتاج من كل الحوار، الاستنتاج اللي نطلع بيه، إن علشان قضية زي دي نلاقي فعلا نتائج إيجابية اتحققت فيها، إن كل مؤسسات الدولة، كل دولة لازم تشتغل عليها بمساعدة طبعا مجلس النواب. احنا جزء من الدولة، احنا ممثلين الشعب. أي. الدولة أساسها في البداية والشعب. احنا باختصار شديد احنا بنتحدث عن إجراءات معينة يجب أن الجميع يكون عنده قناعة الكافية بأنه هو فعلا متبني هذه الإجراءات لمحاولة إزالة كثير من، خلينا أقول، مخلفات الماضي الفكرية والعقائدية اللي قد تكون خاطئة. وفي الأول وفي الآخر احنا بنتحدث عن تواؤم ما بين طوائف الشعب ككل. طيب الحكومة ليها إجراءات معينة، ليها من حقها أنها تطرح على مجلس النواب تشريعات. مجلس النواب زي ما قلت لحضرتك منذ قليل إن هو بالفعل ابتدى يخترق هذا الحاجز اللي كان مضروب حول كل ما يتعلق بالأديان، وابتدى يطرح قوانين قد يرفض القانون أو قد يقبل، قد يكون هناك مناقشات أخرى. هناك، عايز أوضح لحضرتك باختصار شديد، أن هناك أدوات رقابية بتستخدم الآن في حالة حدوث أي نوع من أنواع الآخرين يقول التجاوزات تجاه أي دين أو طائفة أو عرق. إذن كل ما كان في الماضي تابوهات مقدسة لا يمكن المساس بيها وما تلعبوش في موضوع الأديان، أصبح الآن هناك مواجهة مع النفس. أي. طيب إحنا بقى ما نخرج من إطار البرلمان، إحنا الحكومة محتاج منها إنها فعلا ترسي قواعد واضحة لتقبل الآخر وتقبل الثقافات الأخرى. يمكن أنا بتمسك برضو بمصطلح اللي تفضل الدكتور علي وقاله في البداية، إن هو فعلا الثقافات، حتى الأديان لو أنا بتحدث عنها من مفهوم العلوم السياسية فهي أيديولوجيات، بمعنى أنها مجموعة من الأفكار التي يعتنقها مجموعة من البشر. أي. فباختصار شديد إحنا بنتحدث عن ثقافات يمكن أن تتعايش مع بعضها البعض، ولحمة وطنية إحنا محتاجينها في هذه المرحلة. الحكومة عليها دور فاعل، إحنا شفنا مؤسسات محترمة زي المؤسسات الكنسية بشكل عام بمختلف الأطياف، شفنا الأزهر الشريف وهو بيتحدث الآن عن كيفية تحديث برامج التدريب للأئمة والدعاء، ودي كان برضو في الماضي لا محدش يتكلم عن ده خالص، كان برضو في الماضي ده ما ينفعش تتكلم عنه. لا دلوقتي بقى في برامج وبيتبناها، واعتقد خلال الاسبوعين او ثلاثة اللي مضوا ابتدوا بالفعل مجموعة من البرامج، منظمات مجتمع مدني ابتدت تعمل في هذا الامر ايضا. عايز اقول ان حتى الكنائس اصبح لديها لجان مواطنة، وده مصطلح جميل اللي احنا ممكن نتحدث عنه، اللي بقى بيتواصل مع السياسي مع الساسة، وبيتواصل مع رجال السلطة التنفيذية، وبيتواصل مع الجامع القريب منه. دي كلها عايز اقول شكل جديد بيبان في مصر دلوقتي، واعتقد ان ده هيسبب فعلا خلال المرحلة اللي جاية كثير من الثقافات المختلفة اللي ممكن نتبناها، ان احنا نزيل هذه خلينا نقول معتقدات بالية وقديمة. يمكن انا ليا تجربة بس هقولها في دقائق بسيطة في دائرة انا نائب مصر الجديدة والنزهة. في بداية بعد نجاح في الانتخابات ابتديت تبنيت مبدأ او خلينا اقول مبادرة هي التعليم والتعلم، الإرادة المصرية للتعليم والتعلم. كان من ضمنها ان احنا بنعمل رحلات بالتنسيق مع وزارة الآثار لبعض الآثار اللي موجودة في منطقة مصر الجديدة وأساسها بداية من مدينة أنف هليوبلس. فابتدينا نخاطب مين؟ المدارس الحكومية. المدارس الحكومية. لأن دي الطبقات اللي بيحتاجين احنا نوصل الفكر بتاعنا ليها. فابتدينا نحط مسير لهذه الزيارات، لأنها هي زيارة، هي مش رحلة ترفيهية. ووزارة الآثار بيبقى عندها الباحثين بتوعها، نسقت مع وزير الآثار بشكل مباشر، بقى بيدي توقين واضح. كان من ضمنها ان احنا مثلا شجرة السيدة مريم في منطقة المطرية، كان من ضمنها جامع حفيظة الأفية، كان من ضمنها كنيسة البازيليك، كان من ضمنها قصر البارون، ونتحدث عن كل هذه المزارات. كان الفكر في البداية بعض المدرسين اللي بيتكلموا يعني انتوا هتودوا
الأطفال المسلمين الكنيسة يزوروها، أيوة ده مزار أثري ولازم نحن نتقبل الطرف الآخر. ومع وبرضو الطرف الآخر كان بعض مثلا من برضو أولياء الأمور للأطفال المسيحيين هيخشوا مسجد، أيوة لأن ده مزار أثري، هيقعد يسمع الأثر ده ابتدى إمتى وكان ليه اتعمل وخلافه، مع بعض الجدال اللي حصل، ولكن في النهاية وصلنا المفهوم بشكل واضح. وفعلا إحنا يمكن خامس زيارة تمت خلال الأسبوع اللي فات ده لأكثر من مزار، وبشكل في نوع من التقبل لكل اولياء الامور، حتى كانوا بقوا سعداء من هذا الامر. اذا يعني اتغيرت تغير المفهوم، الفكر هنا تغير مش عند الطلبه بس، عند اولياء الامور، عند بعض المعلمين، عند المعلم، وده المعلم نفسه، لان احنا اصرينا ان المعلمين اللي اعترضوا لا لازم تعالوا معانا واسمعوا عشان تشوفوا انتوا انت بتتعلم ثقافات بتتقبل الاخر. فمبادره التعليم والتعلم دي احنا تبنيناها في مرحله صغيره، انما ان شاء الله دي هنحاول نعممها، اي هنحاول نعممها بشكل كبير بعد كده على مستوى مدارس مصر بالكامل. وده اتفاق ما بيني وبين وزير الاثار، والسيد وزير التربيه والتعليم برضه ادانا موافقه على هذا الامر، ودي نقاط ايجابيه في مرحله احنا بنعيشها محتاجين احنا نغير افكار باليه قديمه كثير. وانتوا هنا بتلعبوا مش بس على وتر تقبل الاخر، حوار الثقافات، الاديان، احنا بنتكلم هنا على برضه الانتماء. انت هنا بتؤسس لحاله الانتماء المطلوب انها تؤسس في السن ده. ده انا عايز اقول بنفس الطريقه الفكره اللي انتوا تبنتوها. عايز اقول لحضرتك نقطه مهمه يمكن السيد المطران اشار اليها بوضوح شديد، التعليم، لان هو التعليم في البدايه ما كانش بيربط دايما الحقب التاريخيه لمصر بانها حقبه مثلا المسيحيه او القبطيه او الحقبه مثلا حكم محمد علي، طيب كان الدوله مثلا الطولونيه وهكذا. الموضوع كله اصبح الان بيدرس علم، يعني الدين موجود ولكن هو في النهايه علم، لانه تاريخ حقيقي حصل في مصر، فما ينفعش ان انا اتجاهله لمجرد ان انا من دين او من طائفه اخرى. ده اعتقد نقله تانية خالص، نتمنى ان شاء الله انها نقدر نعممها على مستوى مصر بالكامل. طيب اسمحوا لي ادعوكم لفاصل ونرجع نستكمل حوارنا مع بعض.
بيكم مشاهدينا مرة تانية، واحنا في ختام حوارنا عن قضية حوار الأديان، نقول ان في حالة للتفاؤل ندعو ليها مشاهدينا، ندعو ليها المواطنين. احنا رايحين لمنطقة النور ان شاء الله في الفترة القادمة فيما يخص هذه القضية. فعلا، بس عايز اقول لك احد الاسس اللي هتساعدنا نخش في الدائرة دي هي النقطة التي أثرها اللواء مدحت الشريف، اللي هو لخصها، أنا هلخصها على طريقتي، اللي هو بيبحث فيها عن تعليم المعلم. دي أساسي، لأن كون إن أنا بقول يتعلم ده مبدأ عام، أما أن أعلم المعلم دي نقطة عايزة وقفة كبيرة وعايزة تجهيز وعايزة إعداد. يعني بس هي كانت فعلا نقطة الوحيدة اللي عندي، النقطة اللي حضرتك أثرتها، إن اللي كانوا ضد واللي أنا استلفتها منه زي ما اللي كانوا ضد فكرة زيارة الكنائس وزيارة الجوامع الأهل والمدرسين، هي نقطة خطيرة فعلا ومحتاجة فعلا تدريب ومحتاجة إعداد. فده اللي نأمله الفترة القادمة عشان نقول إن شاء الله في إن شاء الله مرحلة إيجابية داخلين عليها. حضرتك متفائل؟ آه طبعا أنا متفائل، لأن كتير من خليني أقول زي ما قلت قبل كده، الخطوط الحمراء بشكل عام على المجتمع ككل، مش بتكلم بس على البرلمان ولا بتكلم على مؤسسات الدينية، لا كله ابتدى بيحط بخطوات ثابتة، بيحط أسس جديدة لفكر جديد، انك تتقبل فعلا الاخر. دي كلها مبادرات ايجابيه للغايه، ويجب ان نكون حذرين حتى لا يتدخل البعض لمحاوله اثاره فتنه تعيدنا الى مربع رقم واحد مره اخرى. هل ممكن نقطه مهمه سياده النطران، حضرتك شايف ان احنا ممكن نرجع لمربع رقم واحد ولا احنا تعديناه؟ هل احنا لازلنا في مرحله الخطر؟ لا، احنا انا شايف ان احنا بنتقدم لقدام، خصوصا حرص الدوله على إعمال القانون. الرئيس كذا مرة يقول لا لازم نطبق القانون، فتطبيق القانون هيكون هو الأساس لكل شيء. صح. لكن الحاجة التانية إلى جانب تطبيق القانون هو استخدام وسائل غير تقليدية في بناء الجسور ما بين الشعب المصري، زي الموسيقى، زي الرياضة، زي الثقافة. الحاجات دي بتقرب، واحنا اختبرناها في مركز جسور اللي موجود في الكنيسة، ان لما بيبقى فيه حدث موسيقي الولاد والبنات المسلمين والمسيحيين بيتجمعوا بسرعة جدا، لان في حاجة موسيقية غير السياسة وغير الدين. الموسيقى والثقافة والفنون بتجمع، ودي طرق غير تقليدية. في نهاية لقائنا أسعدتونا، شرفتونا، ضيوف متميزين، استفدنا جدا، نورتونا، ألف شكر لسيادة المطران منير حنا، الدكتور علي السمان، السيد اللواء مدحت الشريف، شكرا لحضرتك. بشكر مشاهدينا على متابعتهم لينا، وإلى لقاء جديد إن شاء الله وحلقة جديدة من بيت العيله.